مساء الخير. كشفت وثيقة مسربة تحوي كتاباً موجهاً من رئيسة الهيئة التنفيذية لما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطية التابع لقسد إلهام أحمد إلى رجل أعمال إسرائيلي يعطيه تفويضاً ببيع نفط سوريا الذي تضع يدها عليه، وذلك بحسب مصادر إعلامية، مقدراً سعر برميل النفط بين 22 إلى 35 دولاراً، وبذلك يوفر هذا العقد بين 8 إلى 14 مليون دولار يوميا لميليشيا قسد. وقد خرج السوريون في مظاهرات في مناطق عدة بدير زور والرقة مطالبين بعائدات النفط لتحسين وضعهم المتردي، ولكن دون جدوى. فهل باتت قسد تتصرف على أنها دولة مستقلة تبرم العقود وتبيع ثروات سوريا الباطنية لصالحها؟ وهل من طريقة لإيقاف ميليشيا قسد قبل أن تدمر ما لم يستطع أن يدمره نظام بشار الأسد كما يقول المتضررون من سلطتها؟ في محورنا الثاني، وإمعانا في الانتقام من السوريين، قالت منظمة Human Rights Watch إن نظام أسد يعاقب أسر وأقارب المدرجين على لوائحه للإرهاب عبر تجميد أصولهم. وخصت المنظمة في تقرير لها سكان المناطق التي استولى عليها النظام، ومن بينها الغوطة الشرقية والغربية وحلب. وأشارت المنظمة إلى أن النظام لم يبلغ أقارب المدرجين على قوائم الإرهاب بتجميد أصولهم، وعلموا بذلك عند إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم. واعتبرت المنظمة أن هذا الإجراء يندرج تحت إطار العقاب الجماعي وليس على أساس المسؤولية الجنائية، وهو ما يحظره القانون الدولي. فهل امتثل بشار الأسد ونظامه فيما يخص الشعب السوري لأي قانون دولي؟ ألم يعلن النظام من قبل تجميد المرسوم رقم 10 الذي وصف بأنه استيلاء كامل على أملاك المهجرين واللاجئين؟ أليس استمرار النظام بهكذا جرائم وممارسات هو أكبر دليل على فقدانه الأمل بعودته لحكم سوريا من جديد وسعيه التدميري للانتقام من كافة المناطق التي خرجت عليه كما يصفه حقوقيون؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. إذن كشفت وثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلامية عن قيام ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية بتكليف رجل أعمال إسرائيلي لبيع النفط الذي استولت عليه قسد لإسرائيل. في المقابل نفى رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أو ما يسمى مسد صحة الوثيقة، وصفا جميع تلك التقارير بالملفقة والكاذبة. نتابع التقرير التالي ونعود بعدها للنقاش. وثيقة مسربة تكشف عن قيام ميليشيا الوحدات الكردية ببيع نفط الحقول التي استولت عليها في سوريا لإسرائيل. الوثيقة كشفت بحسب مصادر إعلامية عن كتاب موجه من رئيسة الهيئة التنفيذية لما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية التابع لميليشيا قسد إلهام أحمد إلى رجل أعمال إسرائيلي يعطيه تفويضا ببيع نفط سوريا الذي تضع يدها عليه. الكتاب بيّن أن الجهة المرسلة إليها هو رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كهانا رئيس جمعية عماليا، ويعتبر الكتاب وفق ما ورد فيه رسالة رسمية تؤكد القبول بأن تمثل شركته المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط المملوك من قبله، وذلك بموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن إنتاج النفط سيصبح بحدود 400 ألف برميل يوميا، فيما هو اليوم 125 ألف برميل تقريبا، مع إعطاء كهانا حق استكشاف وتطوير النفط محددا سعر البرميل الواحد من 22 إلى 35 دولارا.
وتسيطر الوحدات الكردية على نسبة 80% من حقول النفط، فيما يسيطر نظام أسد على أقل من 20% فقط من المناطق النفطية. في المقابل، نفى رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية مسد صحة التقارير الإعلامية حول قيام المجلس بالموافقة على بيع نفط الشمال السوري لإسرائيل، واصفا التقارير بالملفقة والكاذبة منذ البداية، وأن إلهام أحمد ليست مخولة بتوقيع الوثائق، وهذا من صلاحيات الإدارة الذاتية. وقد خرج السوريون في مظاهرات بدير الزور والرقة مطالبين بأن تستفيد مناطقهم من عائدات النفط لتحسين وضعهم المتردي، ولكن دون جدوى، مع العلم أن ميليشيا قسد التي تقودها الوحدات الكردية قامت بإطلاق العديد من الوعود بما يخص عائدات النفط دون أن تحقق منها شيئا. فهل باتت الإدارة الذاتية تبرم العقود على أساس أنها سلطة مستقلة دون أن تضع في الاعتبار مصالح الشعب السوري وطموحاته؟ ألا يعتبر التصرف بمقدرات الشعب السوري دون وجه حق ودون تكليف رسمي وسلطة شرعية سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون بحسب محللين؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ عامر هويدي الصحفي مباشرة من انطاكيا عبر سكايب، الأستاذ خالد شهاب الدين المستشار القانوني مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الريحانية، والأستاذ رستم محمود الكاتب الصحفي مباشرة من برلين عبر سكايب. أبدأ معك أستاذ رستم، ما مدى صحة هذه الوثيقة المسربة التي تكشف عن بيع نفط سوريا من قبل قسد إلى إسرائيل؟ حقيقة هناك شكوك واسعة بهذه الوثيقة، يعني لأنه الجهة التي قدمت هذه الوثيقة أولا هي قناة الأخبار أو عفوا جريدة الأخبار اللبنانية القريبة من النظام السوري، وكما هو معروف هناك مماحكة كبيرة بين النظام السوري والإدارة الذاتية الكردية بشأن السيطرة على الموارد، سواء تعلق الموضوع بالموارد الزراعية أو بالموارد النفطية، و هذا الأسلوب متبع من قبل النظام السوري وأجنحته واختلاطاته الإعلامية للتشكيك بالوتر الحساس الذي قد يمس وجدان ومشاعر الشعب السوري في كل مرة، واتهام القوى السياسية التي لا تتفق معه أو المعارضة له بأنها ذات صلة وعلاقة بالإسرائيليين. هناك وثائق شبيهة لهذه الوثيقة سربت، كانت خاصة بالمثقفين السوريين، وكانت خاصة بقوى المعارضة السورية، وكانت خاصة ب أي شكل من أشكال الاستقلال الذاتي عن النظام السوري. كان دائما هذا الوتر مستخدما من قبل النظام السوري. الموضوع الآخر الذي يشكك بهذه الوثيقة أن مجموعة المعلومات والمعطيات الواردة في التقرير غير صحيحة تماما، يعني لا يمكن لأحد أن يصدق أن نفط سوريا ممكن أن يعني يتحول في حالة إنتاج إلى 400,000، وهو الذي كان في ذروته في التسعينات حينما كانت الدولة مسيطرة عليه وعمليات التصدير مفتوحة وتقنيات مفتوحة، وصل إلى 300,000. هناك نقص في الاحتياطي هائل من ذلك الوقت، هناك تخريب شديد للبنية التحتية في الآبار سنة الحرب الطويلة. أستاذ رستم، ولكن هناك تصريحات من قبل رجل الأعمال الإسرائيلي لموقع 124 الإسرائيلي، صرح بأنه سيتولى مهمة تسويق النفط السوري الذي حصل عليه من مناطق استيلاء قسد، وأنه يحصل حاليا على حوالي 125,000 برميل يوميا. حقيقة يعني أولا تسويق النفط غير الاستيلاء على النفط، يعني هناك شركات يمكن لأي شخص في العالم أن يعني يؤسس شركة في الجزر العزراء البريطانية جنوب العالم وأن يتولى عبر من منزله عبر الهاتف عملية شراء النفط وبيعه، هذه بورصة يعني مفتوحة عالمية، ولا يمكن اتهام أحد بأنه يعني يبيع النفط لشخص محدد، وهذا غير ممكن يعني لأي شخص أن يشتري النفط من أي شخص آخر أو من أي شركة أخرى في العالم وأن يبيعها عبر الموبايل، يعني ليست عملية عبقرية. الموضوع الآخر، كيف يمكن أن يتم تصدير 125,000 برميل عبر أي طرق؟ يعني طريق تركيا مغلق، طريق مع النظام السوري مغلق، الطريق مع العراق مغلق، لا تستطيع. طب يعني هذه
طيب يعني هذه التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإسرائيلي، ما مصلحة هذا الموقع في نشر إشاعات مغرضة ضد قسد؟ حقيقة يعني أنا لا أقول أنها إشاعات، لكن هذا الشخص ربما بعد 3 أو 4 عمليات بيع يستطيع أن يقول أن هذا النفط هو نفط شمال سوريا. يعني عندما تبيع قوات سوريا الديمقراطية، لنفترض أن هذا النفط للنظام السوري، والنظام السوري مثلا يبيعه للأردن، والأردن تبيعه لشركة أسترالية، يستطيع هذا رجل الأعمال أن يشتري من الشركة الأسترالية. يعني العملية ليست هناك يعني توافق بين الطرفين. أستاذ عامر هويدي، ما رأيك بهذا الكلام وما صحة هذه الوثيقة المسربة التي تقضي ببيع النفط إلى إسرائيل من قبل قسد؟ نعم، تحياتي لك أولا وعلى ضيوفك الكرام سادي أورينت. حقيقة قسد لم تكن يوما بعيدة عن نظام بشار الأسد أو التنسيق معه منذ قيامها. قسد ربما تفعل ما تفعل دائما هو بتوجيه أمريكي وإلهام أحمد، يعني مكثت في واشنطن فترة من الزمن، التقاها الرئيس ترامب وقال لها أنا أحب الأكراد ولا يمكن أن أنساك. هذه نقطة. قسد ربما يعني وحتى أشهر قليلة منعت من قبل أمريكا من تصدير النفط لنظام بشار الأسد. ربما نحن كإعلام ثوري نستطيع القول أنه إذا صحت الوثيقة ذلك لفتح خطوط اقتصادية مع إسرائيل. الأمر الأهم يعني من رفع العلم الإسرائيلي وتباهى بإسرائيل وقال بأن إسرائيل عمومتنا لا نستغرب عنه أن يبيع النفط. هذه نقطة. طبعا لنا في ما تسمى كردستان العراق أفضل مثال، حيث العلاقات الإسرائيلية الكردية عسكريا وأمنيا واقتصاديا بلغت مستوى عال من التنسيق. كل ما تجنيه من عوائد النفط سابقا أو ربما حسب العقد الجديد انصح طبعا تصب في مناطقهم الأصلية، أنا أسميها كثائر يعني على أرض سوريا الحبيب، أقول بأنها أرض الشمال العراقي المحتل. فكل ما تجنيه من هذه الأموال من هذا النفط نراه يعود يوما على المناطق التي استولت منه هذا النفط. يعني شاهدنا المظاهرات التي خرجت ضد الميليشيات الكردية قسد في شرق دير الزور لتحسين الأوضاع المعيشية وقطعوا طرقات النفط. ثانيا، قسد تفعل ما فعله نظام بشار الأسد الذي اعتمد في بقائه على استرضاء إسرائيل ودمر سوريا وهجر شعبها. وكذلك قسد تسلك أقصر الطرق ربما للبقاء ربما ببيع النفط لإسرائيل وتقديم خدماتها لتحقيق ربما هدف إسرائيل من الفرات إلى النيل، وهذا محال بإذن الله تعالى بهمة أبطالنا طبعا وربما الشعوب العربية التي بدأت تستيقظ من هذا السبات العميق. طبعا قسد تراهن على استمرار بقائها اعتمادا على أمريكا وإسرائيل، ولكنها ربما لم تحسب حسابا للمتغيرات يعني القادمة التي ربما تعصف بها. فالمنطقة لا يمكن إخضاعها فترة طويلة لقسد، وأهلها سيستفيقون كما ذكرت لك. يعني في مناطق عدة في مدينة دير الزور والرقة خرجت مظاهرات ضد ميليشيات قسد وجوبهت برصد حي. سؤال ولو أنني أطلت، ولكن هذا السؤال لابد أن يجيبنا عليه من هو يعني وما يدعم ميليشيات قسد أو إعلام ميليشيات قسد. ما هي طريقة نقل النفط هذا كما ذكر يعني من أين سأل من أين تريد يعني قسد أن تنقل هذا النفط؟ نقول باختصار عبر كردستان العراق أو أنابيب لا مرئية. يعني هل هذا يعقل؟ أو سيتم نقله عبر الحليف الخفي الذي ساند إسرائيل ودعم إسرائيل لـ50 عاما بحجة المقاومة هو بشار الأسد. لذلك المرجح أن يكون ثمة دعم اقتصادي مقابل خدمات ربما استخباراتية إن لم يصح هذا التقرير. نعم أستاذ خالد، ما هي مشروعية عملية البيع هذه؟ وهل بيع الثروات الباطنية السورية في مناطق استيلاء قسد هو أمر قانوني؟
خاصة أنها تقوم ببيعها لإسرائيل. للضيوف الكرام، نعم مساء الخير لكم للسادة الضيوف الكرام للسادة المشاهدين. أنا أول شيء مسد وقسد هي ميليشيات وليست دولة، ليس لها أي شرعية، هي أحزاب انفصالية تسعى لسلخ جزء من الجمهورية العربية السورية والاستقلال به لإقامة إدارة ذاتية به. إذن هي ميليشيات غير شرعية، ميليشيات إرهابية الآن تقوم بسرقة ثروات الشعب السوري، هذا أمر واضح سواء وفق القانون الوطني أو وفق القانون الدولي. يعني هل يحق لها البيع لأي جهة كانت سواء كانت إسرائيل أو غير إسرائيل؟ لا، هي بالأساس وضع يدها على هذه الأموال غير شرعي وغير قانوني وسرقة، وبالتالي كل ما يبنى على ذلك هو باطل، هو غير قانوني غير شرعي سواء إسرائيل أو غير أي دولة أخرى، لأنها ميليشيات كما قلنا وضعت يدها على ثروات تخص الشعب السوري تخص الدولة السورية. وأكبر دليل الآن مظاهرات في أخوتنا في الرقة وفي دير الزور، ناهيك أن هذه النفط هو حق لكل الشعب السوري سواء الموجودون الآن في الشمال السوري المحرر أو حتى في المناطق المحتلة من قبل نظام بشار الأسد. إذن هي سرقة لا يجوز لهذه الميليشيات أن تتصرف بها. ما تقوم به الميليشيات حقيقة هو لكسب ود إسرائيل، لأنها الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها منذ مدة، بالتالي أرادت أن تصل إلى الولايات المتحدة عبر إسرائيل، كون أنها تعرف أن الكيان الصهيوني هو اللوبي المسيطر على القرار الأمريكي، وبالتالي دخلت عن طريق التحالفات طريق الإغراءات. قسد ومسد يتحالفون مع الشيطان من أجل التقسيم، من أجل سلخ أجزاء عن سوريا لإعلان ما يسمى الإدارة الذاتية، مع الاحترام للأخوة الأكراد الشرفاء الذين يرفضون تقسيم سوريا. إذن هذا هو مشروع هذه الميليشيات، ليست دولة، ليست عضو في الأمم المتحدة، هي ميليشيات إرهابية، ميليشيات انفصالية. الآن هذه الوثيقة نحن نأخذ بما بالوقائع. أنكرت إلهام أحمد هذه الوثيقة، لكن الطرف الآخر قام وغرد وأكد هذه الوثيقة. نحن لا نستطيع الآن أن نقول هذه الوثيقة غير صحيحة، فليظهروا على الإعلام ويقولوا أن هذه الوثيقة مزورة ويرفعوا دعوى. في حال كانت هذه الوثيقة غير صحيحة أستاذ خالد، في حال كانت غير صحيحة، ما هو الهدف من فبركة هذه الوثيقة؟ يعني هي تقول إلهام أحمد أن هذه الفبركة هي من النظام السوري ومن تركيا من أجل ضرب الأكراد، من أجل أنهم يسعون إلى التقسيم، من أنهم يتعاملون مع إسرائيل. هذا لكن هناك طب هل هناك احتمال أن الموقع الإسرائيلي يعني أيضا الذي صرح فيه رجل الأعمال الإسرائيلي أن يكون أيضا يلفق هذه الأخبار؟ لا لا، هي ليست أخبار ملفقة قولا واحدا. الوثيقة ستكون صحيحة، وخاصة أكدها يعني موتي كهانة. أولا يعني نحن شهدنا أن مسد وقسد يقومون بأكثر من ذلك. الآن في شرق سوريا في الجزيرة تعج بالصحفيين الإسرائيليين، بالضباط الإسرائيليين، بصناعة التقارير الاستخباراتية، بالتعامل على قدم وساق، يعني هذا لا ينكرونه. حتى في كردستان العراق، نحن لا نريد أن نتدخل، لكن موضوع نقل النفط هناك طريقين واضحين. يعني كردستان العراق أيضا موضوع الحليف، أمريكا تسيطر على البادية التنف وصولا إلى القنيطرة إلى الجولان، وبالتالي وصول النفط يعني عادي جدا، سيصل النفط بالنتيجة، يعني ليس من الصعب وصول النفط إلى إسرائيل. ولكن هذا العقد ليس فقط لي أن يصل النفط إلى إسرائيل، هو يعطي امتيازات لهذا الشخص لتصدير لأخذ هذا النفط وتصديره إلى العديد من الدول. نعم أستاذ رستم، سمعت رأي ضيفينا الأستاذ عامر هويدي والأستاذ خالد شهاب الدين، لأنك سألت عن طريق إيصال هذا النفط، ما رأيك بما قاله؟ حقيقة علني يعني أعلق أولا بملاحظتين أساسيتين. يعني الأساتذة والزملاء هم أصدقاء في مشروع هو مشروع ديمقراطية سوريا وتحويل سوريا من نظام استبدادي إلى نظام شمولي، وكنا يوما ما
رفقة درب واحدة للإطاحة بهذا النظام. حقيقة ما يجب أن يتغير في سوريا ليس الخطاب فقط بل طبيعة المنطق وطبيعة رؤية الأشياء. هذا الخطاب الذي يقال الآن يعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي، هذه تهم الجاهزة للآخرين بالعمالة وبالارتباط دون أي ربط منطقي. يعني في نفس الجملة يقول الضيف إن طب يعني أستاذ بيع النفط لإسرائيل هو تهمة، أما بيعه إلى الولايات المتحدة فليس بتهمة؟ أما هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. يعني نفس الضيف خلال جملة واحدة يقول إن قسد عميلة لإسرائيل ثم عميلة للنظام السوري ثم عميلة لأمريكا وربما عميلة لإيران. نعم اسمح لي إذا سمحت مداخلة سريعة. اسمح لي لو سمحت أكمل، لو سمحت أكمل. يعني هذا خطاب بائس، ثم ينتقل من هناك ليقول شمال العراق المحتل، وثم ينتقل من هناك يقول إن هؤلاء هم يريدون يعني تقسيم سوريا. يعني هناك جملة من الاتهامات المواقعية الخيالية لجماعة ما، هناك تناقض إيديولوجي معها وليس تناقض سياسي. نحن أيضا لدينا تناقض سياسي مع قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا ملاحظات ولدينا انتقادات، ولدينا نحن نساند المتظاهرين في دير الزور والرقة ضد هذه الجماعة. لكن حتى يكون عن جد إعلام ثوري مناهض للإعلام الاستبدادي يجب أن يعتمد على الحقائق والوثائق الحقيقية والمنطق الحقيقي. كيف يمكن، هذا هو الجواب، كيف يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تبيع النفط؟ أولا لا تستطيع أن تجهز هذه الكمية. جميع الأرقام والدلائل النفطية، أسألي جميع الخبراء النفطيين، نفط سوريا غير قابل الآن أن يصل حدود 50,000 وليس 400,000 و150,000. طيب بس الأرقام مصرحة من الموقع الإسرائيلي، من رجل الأعمال الإسرائيلي. سيدتي الموقع الإسرائيلي حر، هناك موقع إسرائيلي أسسته المخابرات السورية. بس هو طرف، يعني هو بالنهاية طرف. لا لا، هناك موقع إسرائيلي أسسته المخابرات السورية معروف ولفق اتهامات لمثقفين سوريين، سمر يزبك وغيرها، وهذا الموقع معروف بتلفيقاته للقوى المعارضة للنظام السوري. كل من يقول ما يقول على الإعلام هو حر، هذا ليس دلالة، الدلالة البينة على من ادعى. كيف يمكن نقل نفط ما من منطقة محاصرة من كل الأطراف وبهذه الكمية الكبيرة يوميا إلى دولة بينها وبين هذه؟ طب دعني أنقل سؤالك إلى الأستاذ عامر هويدي. دعيني أقول لك شيء واحد، حتى لو عن طريق كردستان العراق. عزيزتي، كردستان العراق محكوم باتفاقية مع تركيا لنقل نفطه بكمية 300,000 برميل. هذه 300,000 تباع عبر تركيا، وتركيا تشرف عليه، وتركيا تعرف التفاصيل عن هذا الموضوع. ولا يمكن لبرميل واحد. سأعود إليك. دعني أسمع رأي الأستاذ عامر هويدي بالموضوع. أستاذ عامر، هل صحيح أن هذا كله خال عار عن المنطق؟ لا، بكل تأكيد، وأنا ابن مدينة دير الزور وبالقرب من النفطية أسكن وأعلم جيدا بأن لغاية هذه اللحظة حتى ميليشيات قسد بعد المنع الأمريكي ما زالت تقدم خدمات التهريب ببيع النفط أيضا لنظام بشار الأسد. بالمقابل تحرم أهالي المنطقة العرب أصحاب الأرض الذين ما زالوا متشبثين بأرضهم من حقوقهم وأرصد حقوقهم. وأعود وأكرر، يعني إن كان طب هؤلاء الأهالي الآن يقومون بمظاهرات عدة في دير الزور في الرقة، المظاهرات في تزايد، ترفع كردستان العراق وترفع على الأراضي السورية المحتلة قبل الميليشيات الكردية، هذا هو على إسرائيل يرفع هؤلاء الإرهابيين الأكراد. نعم. طيب كيف ستواجه ما تسمى الإدارة الذاتية وميليشيا قسد وأيضا معها مسد هذه الاحتجاجات والتظاهرات المتصاعدة التي تحدث في مناطق استيلائهم في دير الزور والرقة؟ بكل تأكيد هي واجهت هذه المظاهرات بالرصاص الحي، وبعد ذلك كان هناك أجندات حيث وصل عدد من المسؤولين العرب والمسؤولين الأمريكان قبل أسبوع تقريبا، وأيضا مسؤولين التحالف الدولي قاموا بشراء ذمم بعض مشايخ العشائر لإخماد نيران هذه الثورات ضد ميليشيات قسد. وما زلنا لغاية هذه اللحظة نوثق إجرام ميليشيات قسد، إن كان في اعتقال العرب، طردهم من أرضهم، مسح قرى عربية بأكملها، ووضع أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لمسميات
كردية لمسح معالم هذه الأرض وتغيير ديمغرافيتها، ونحن وجهنا كتب رسمية إلى منظمات دولية لمحاسبة هؤلاء الأكراد، ولكن لا حياة لمن تنادي. تعلمين بأن هؤلاء مدعومين من قسد ورفعوا أعلام إسرائيل. وصلت الفكرة أستاذ عامر، دعني أنتقل نعم دعني أنتقل وإياك مع مشاهدينا الكرام وضيوفنا إلى مشاهدة نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أورينت. سؤال اليوم كان: برأيك كيف يمكن منع الوحدات الكردية من الاستحواذ على نفط سوريا وبيعه لمصلحتها فقط؟ 7% فقط قالوا أن السبب هو خروج مظاهرات في المناطق العربية، و93% استخدام القوة العسكرية. أستاذ خالد، ما رأيك بهذه النسبة؟ الحقيقة نسبة واقعية، كوننا خبرنا هذا التنظيم الإرهابي لا يرضعه إلا السلاح. الآن أنا فقط أريد أن أعقب تعقيب بسيط للأستاذ رستم. فضل. فليخرج موتي كهانة ويكذب هذا الكتاب وهذا الاتفاق. نحن نطالب فقط بأن يخرج على الإعلام ويكذب هذا الاتفاق، كون أن الموقع قد يكون مخترق أو أن النظام جهز موقع لهذه الأعمال. فليخرج وليكذب هذا الاتفاق. طيب. علينا. طيب. الآن أستاذ، موضوع التقسيم. نحن نتحدث رياض درار، عفوا رياض درار بكل تصريحاته يقول الإدارة الذاتية، الإدارة الذاتية، الإدارة الذاتية. ما تعني يعني الإدارة الذاتية قانونا مثلا؟ يعني هل هي الحفاظ على وحدة سوريا؟ ليل النهار ينادون بالفيدرالية وحتى بالكونفدرالية، والآن بكل تصريحاته يقول نريد الإدارة الذاتية، ونحن نريد أن نضحك له ونصفق. يعني أنت أخونا في الوطن ولا تريد تقسيم سوريا. ما يعني هل نريد هل هذا الأمر ممكن قانونيا؟ أي أمر؟ موضوع الإدارة الذاتية. أي أمر أستاذة؟ لا أبدا. من ناحية القانونية. هناك إذا ينادون بالديمقراطية، إذا يجب الاستفتاء، والاستفتاء الشعب السوري يقول كلمته. هل يريد نظام اللامركزية الإدارية؟ أو يريد الفيدرالية أو اللامركزية السياسية؟ طيب. لماذا هذا التغول؟ لماذا التحالف مع الشيطان من أجل تقسيم سوريا؟ طيب أستاذ رستم، ما رأيك يعني بنتيجة تصويت اليوم؟ يبتغون الديمقراطية ويحاربونها. أكون صراحة، يعني هناك آراء عامة لجماعات سياسية سورية فيما بينها متحاربة وهي تصوت على مثل هذه الأمور، لكن علني أن أقول أن نوعية النقاش هذه غير مفيدة، لا لتفاهم السوريين ولا لوصولهم إلى نتائج. الفيدرالية ليست تهمة والكونفدرالية ليست تهمة، هناك دول عظمى بها أنظمة فيدرالية وكونفدرالية مثل أمريكا والمملكة المتحدة وألمانيا، وهذه لمصلحة الشعوب. نحن كأكراد، علني أقول هذه الجملة كخاتمة، نحن كأكراد، وأنا أتكلم ككردي ديمقراطي وليس ككردي قومي أو كردي موالي لأحد الأحزاب، نحن كأكراد، وهذا الرأي العام الغالب لدى الأكراد، 90% من المواطنين الأكراد، نحن ليس لدينا مؤامرة على العرب السوريين، والعرب السوريين هم شركاؤنا في هذا الوطن أيا كانت نسبة الاختلاف. لا مصلحة للأكراد السوريين لا مع إسرائيل ولا مع الأمريكان ولا مع الشياطين. نعم. نحن مصلحتنا موجودون في كل مناطق سوريا، أن تتحول سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية عادلة. طيب. يكون بها نظام سياسي عادل، وهذا الخطاب الاتهامي التحريضي من والقفز على المواضيع والاتهام الأكراد والانفصاليين وعملاء إسرائيل ويرفعون العلم الإسرائيلي، هذا أولا غير صحيح. طيب. يعني غير مفيد لا لنا ولا للعرب السوريين. لم يشمل لا أحد الأكراد سيد رستم، لم يشمل أحد الأكراد. أستاذ عامر، 93% نسبة التصويت تقول أن استخدام القوى العسكرية هو الحل لمنع الوحدات الكردية من الاستحواذ على نفط سوريا، ما رأيك بهذه النسبة؟ نعم بكل تأكيد هذا هو ربما المرجح. طبعا أرد أيضا على ضيفك رستم وأقول له لو كانت نتيجة ذلك قال بأن هذا هو الكلام الصحيح. نعم بكل تأكيد، طبعا لم ينطق بكلمة تجاه الأعلام الإسرائيلية المرفوعة، أو حتى أطالب الأخ رستم بما أن له صلة ربما مع الأخوة الأكراد. طيب اعذرني استاذ عامر هويدي لضيق الوقت، الشكر الجزيل لك الصحفي عامر هويدي، كنت معنا من أنطاكيا. الشكر ايضا للاستاذ رستم محمود الكاتب الصحفي، كنت معنا من برلين، ويبقى معنا الاستاذ خالد شهاب الدين المستشار القانوني لتكملة المحور الثاني. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.